كنا للغيب حافظين. بدأت قصته في حافلة المدرسة، إذ كان يحفظ ما يتردد على مسامعه من القرآن الكريم. شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقع. ولما برزوا لجادوت وجنوده قالوا. بسبب مشاكل في أوراقه الثبوتية كان وصوله إلى المسابقة أمراً شبه مستحيل. إذا دعاك أبي الفضل فلا راد لفضله. بل في خيلي زيباكم، كنت أنيقاً وجميلاً. ماذا أقول يا حسن يا صاحب الوجه الحسن؟ الله. والصوت الحسن والأداء الحسن. جائزة العميد في الميدان.